مشاهدينا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده ببرنامجكم اطفال ولكن. النهارده هنتكلم عن مواضيع كتيره ومفيده وممتعه. اول موضوع هنتكلم فيه النهارده هو فيديو انتشر لطفلين بيغنوا في المترو. الاطفال دول سحروا كل الاشخاص اللي كانوا موجودين كمان في المترو وخلوهم يشاركوهم في الغناء. رحله المترو بقت ممتعه وحلوه جدا بصوتهم الجميل. تعالوا نشوف الفيديو الاول ونرجع نكمل كلامنا. الله الله شفتوا الفيديو قد ايه كان ممتع، شفتوا قد ايه صوتهم فعلا كان مختلف. الولدين دول اسمهم عمار وسيف، اخين بيحبوا الانشاد الديني، وزي ما انتم شايفين في رحله في مترو الانفاق كان يوم شغل طويل والناس راجعه تعبانه، لكن هم قدروا يمتعوا كل اللي موجودين في المترو. عشان كده النهارده انا بدعوهم عمار وسيف يا ريت تيجوا في برنامجنا وتغنوا لنا ونقضي مع بعض وقت لطيف جدا ونفرح كل المشاهدين. يا ريت تكونوا سامعيني، ويا ريت لو سامعيني وصوتي يوصل لكم تبعتوا لنا رساله على صفحتنا صفحه اطفال ولكن، وتيجوا تنورونا هنا في الاستوديو عشان نستمتع بصوتكم الجميل، لانكم فعلا عملتوا طاقه ايجابيه لكل الناس اللي سمعوكم من خلال الفيديو واللي كمان كانوا معاكم في الرحله في المترو. الخبر الثاني هو جاي من بلد تانية من اندونيسيا، وخبر الحقيقي مفزع شوية لرضيعة أهلها بيشربوها لتر ونص قهوة يوميا عشان مش معاهم فلوس يجيبوا لبن. دايما بنسمع الأطباء بيحذروا إن احنا ندخل أي أعشاب أو منبهات أو أي مشروبات غريبة على الأطفال، خاصة الأطفال الرضع. يعني حتى كان في مشروبات مشهورة جدا ممكن تكون بتتباع في السوق وممكن تكون أعشاب دكاترة كتير قالت لازم نوقفها وممنوع أنها تتشرب للأطفال لأنها بتأدي وليها أثار سلبية. طيب طفلة زي دي بتشرب يوميا لتر ونص قهوة، يا ترى الطفلة دي بيحصل فيها إيه؟ وإيه رأي الأطباء في حاجة زي كده؟ وعلى فكرة الخبر هينزل قدامكم والفيديو هينزل قدامكم، لأن الخبر ممكن في الأول تستغربوه لكن للأسف دي حقيقة. فخلينا نعرف من دكتور نزيه رمضان استشاري طب الأطفال وحديث الولادة اللي هيكلمنا عن أثر القهوة وكل المشروبات اللي فيها الكافيين، وإيه العادات الغلط اللي ممكن نكون بنعملها وإحنا مش واخدين بالنا وبتأثر تأثير سلبي على صحة أطفالنا زي الموضوع ده. فخليني اقول معاكوا الو يا دكتور. الو السلام عليكم. يا دكتور ازي حضرتك؟ تحياتي ليك في البدايه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور. في البدايه دكتور، طبعا خبر زي اللي احنا سمعناه ده خبر غريب ويمكن في الاول ممكن ما نصدقوش، ازاي اسره تشرب طفل لتر ونص قهوه يوميا واحنا الكبار لو شربنا فنجان ممكن نقعد اليوم كله سهرانين ومش قادرين ننام، فاحنا نقول ايه في الموضوع ده يا دكتور؟ وطبعا الخبر احنا ما نقدرش برضه نتوثق من صحته لانه مش جاي في مرجع علمي او في حاجه علميه، ده اولا. ثانيا احنا نقدر نقول انه كميه القهوه ممكن تزيد مع التدريج يعني. بس عايزه اقول لحضرتك يا دكتور ان الخبر ده جاي في كل الاخبار العالميه، يعني الخبر ده احنا بنقوله حاجه موثوقه ونزلنا الفيديو. قصدي انا مش بشكك في حضرتك، لا انا قصدي انه عشان ندرس الموضوع من وجهه نظر علميه لازم يكون في تفاصيل اكتر دقيقه. الموضوع بدا من امتى وبدا ازاي وبيزيد؟ خلينا نتكلم على الموضوع على العموم، مش هنعلق على حاله فرديه تمام. يعني قصدي دي لازم يكون ليها يعني حاجه خاصه بيها ونعرف وضعها بالظبط، عشان طبعا كميه كبيره زي كده دي قد تؤدي الى وفاه الطفل تمام. يعني في حالات مسجله طبعا، حالات قليله جدا شربت كميات كبيره من الكافيين. طبعا الكافيين دلوقتي موجود في حاجات كتير، حتى في مأكولات ومشروبات تانية غير القهوة والكلام ده. ففي جات حالات شربت كميات كبيرة وأدت إلى تدهور حياتها الصحية جدا تمام. فإيه بقى اللي حصل بالنسبة للطفلة دي؟ مش هقدر يكون عندنا معلومة، يعني حضرتك لازم تكون شايف الطفل عشان تقدر تشخص إيه اللي يعني ممكن يحصل لها ونعرف إيه اللي تم معاها بالظبط. يعني كتعليق خلينا نعلق على الموضوع على العموم إن ده شيء سيء جدا، اللي هو استخدام منتجات الكافيين في الاطفال. في الجمعيه الامريكيه لطب الاطفال
أوصت إنه ممنوع استخدام أي منتجات كافيين في الأطفال تحت سن 18 سنة، تمام؟ وقالت إنه وحتى منظمة الغذاء والدواء الأمريكية قالت إنه الكافيين أو القهوة مسموحة في الكبار بمعدل، المعدل بتاعها 400 ميلي جرام في اليوم، اللي هو من 4 لـ5 فناجين أو كوبايات صغيرة وكوبايات متوسطة يوميا، دول المسموح للكبار. وهم قالوا إنه بالنسبة للأطفال لم تجرى دراسات مفصلة تقول إن نستخدم الكافيين في الأطفال، وهي برضو بتوصي بنفس الوصية اللي هي عدم استخدام أي منتجات تحتوي على الكافيين في الأطفال، اللي هي الشاي والقهوة والكولا وطبعا النسكافيه وكل الحاجات اللي ممكن يبقى فيها كافيين، ومشروبات الطاقة اللي هي موجودة في الماركت، مشروبات الطاقة حضرتك المشاهدين عارفينها، وبعض المشروبات الأخرى اللي بقت موجودة، وبعض الكيكس والحاجات بتتباع في الماركت ويمكن مش موجودة في مصر بكثرة، بيضيفوا عليها برضو كافيين وبيضيفوا عليها قهوة، تمام؟ فهم أوصوا، حتى في كتبت الجامعة الأمريكية مقال اسمه الهيدن كافيين أو الكافيين الخفي، تنبه الآباء على إن في منتجات كتير حوالينا في الماركت تحتوي على كافيين واحنا ممكن ما نعرفهاش، تمام؟ وعشان كده يا دكتور ده بيتطلب مننا ان احنا نقرا مكونات كل حاجه احنا بنجيبها، كل حاجه تمام، كل حاجه بنجيبها نقرا المكونات بتاعتها ويكون من مصدر موثوق، ونبتعد عن الكافيين تماما. الكافيين على العموم ده ماده، على العموم هي كماده بتؤثر، تعمل اثاره للجهاز العصبي اللا ارادي السمبثاوي، اللي هو لما يشتغل يزود ضربات القلب، يعمل اثاره في ضربات القلب، ممكن يعمل لخبطه في ضربات القلب، يعمل زياده في ضغط الدم، يعمل توتر، يعمل ريتابيليتي، يخلينا ما ننامش، يخلينا نصحى. ده الجهاز العصبي اللي بيشتغل عند الخوف. يعني لو انا دلوقتي خوف قابلتني حاجه في الشارع وخفت، اكيد حضرتك ضربات قلبي هتبقى سريعه، هكون مصحصح جدا ومركز جدا ومنتبه جدا. هو ده اللي بيعمله الكافيين. فكل ما بنزود الكميه كل ما هذه الاثار بتزيد. ففي الكبار مسموح من 4 بالكتير قوي، من 4 لـ5. تمام يا دكتور. طب يا دكتور يا ريت حضرتك تقول لي من امتى اقدر ادخل حاجات تانية مع اللبن للطفل، حتى لو مش كافيين، يعني ممكن تكون سوائل مفيده، ده مسموح من امتى حضرتك؟ احنا الاطفال من اول 6 شهور رضاعه طبيعيه فقط، تمام؟ من اول الشهر السادس بنبدا ندخل الاغذيه المختلفه للطفل. اللبن الحيواني اللي في الماركت بندخله بعد سنه، يعني قبل سنه غير مسموح باللبن، دي الحاجه الوحيده هي والعسل اللي بتاخر لغايه سنه. ممكن نحط اي حاجه مع اللبن بعد كده، ما فيش اي مشكله، بشرط ان ما يكونش فيها اي ماده يكونش فيها اي حاجه تحتوي على الكافيين، يعني النعناع، اليانسون الى اخره من الحاجات اللي موجوده ينفع ان احنا ندخلها. الاعشاب الطبيعيه. الاعشاب الطبيعيه، نبعد عن منتجات الكافيين ديت لغايه سن، يعني على الاقل فوق 12 سنه. تمام؟ جميل. حتى بما فيهم الكولا، البيبسي، اي مشروبات غازيه، المشروبات الغازيه كلها. طب حضرتك يا ريت برضو تقول لنا ايه الحاجات تاني الممنوعه تماما غير الكافيين؟ يعني كل ام بتسمعنا دلوقتي مع الكافيين ما ينفعش تروح للمنتج ده او المشروب ده او اي حاجه ممكن تكون بتضر زي الكافيين بالظبط. هو طبعا يعني كل الحاجات اللي موجوده في الماركت على العموم بنفضل ان احنا، يعني احنا بنفضل للام ان هي تستخدم الاشياء الموجوده بصنع منزلي، يعني بقدر الامكان نبعد عن الحاجات اللي فيها مواد حافظه والحاجات اللي فيها تصنيع مستمر، علشان اللي فيها تصنيع علشان ده على العموم تاثيره على الصحه مش كويس. بس كمان عتام هو الحاجات اللي فيها منبهات بس، زي الشاي. يا دكتور الشاي انا عايزه اقول لحضرتك بالله، اهالي كتير بيشربوا ولادهم شاي معاهم، فده برضو تاثيره ايه؟ الشاي يحتوي على الكافيين تقريبا كوبايه القهوه بتساوي 2 شاي تقريبا، يعني طبعا بتختلف حسب نوع القهوه وحسب نوع الشاي والكلام ده، لكن الشاي اللي هو الشاي العادي اللي هو الشاي الاسود بيحتوي على الكافيين يعتبر نص كميه القهوه. فنفس الفكره، وانا قلت لحضرتك الشاي والقهوه والمشروبات الطاقه والكولا دول كلهم بيحتوي على الكافيين وهنمنعهم. فاحنا الحاجات دي كلها الافضل ان احنا ما نستخدمهاش في الاطفال. شكرا جزيلا يا دكتور نزيه رمضان، استشاري طب الاطفال وحديث الولاده، كل الشكر ليك.
وزي ما حضراتكم سمعتوا يا ريت تاخدوا بالكم جدا، ويا ريت نبعد ولادنا عن الكافيين واي شيء ممكن يضر صحتهم، خاصه في بدايه عمرهم، خاصه وهم بيبنوا نفسهم. يا ريت نبقى دايما حريصين نقدم لهم الحاجات اللي تفيدهم وتفيد صحتهم. ودلوقتي مشاهدينا اخدكم لموضوع تاني وهو اللياقه البدنيه. ولادنا مهم جدا ان احنا نهتم بلياقتهم البدنيه. في 10% من أطفالنا بيعانوا من السمنة المفرطة. في كل حلقة من برنامجنا بنحاول نوريكم جانب رياضي ممكن ولادنا يستمتعوا بيه في برنامجنا أطفال، ولكن من بدايته وإحنا دايما بنروح لرياضيات مختلفة وبنقول لكم قد إيه أهمية الرياضة. وممكن كل أهل يعلموا ولادهم رياضة مهما تكون بسيطة وفي أماكن كتيرة مش غالية، عشان نقول لكم إن مهم جدا إن زي ما بتأكلوهم وتشربوهم وتودوهم المدارس زي ما تودوهم الرياضة، لأن ده شيء رئيسي ولازم يبقى اسلوب حياه. خلينا نشوف الاطفال دول وهم بيلعبوا في الجيم وقد ايه مبسوطين وقد ايه ده عايد على صحتهم بشيء ايجابي جدا. وهنتعلم حركات بسيطه ممكن نعملها في البيت وترفع معدل الحلق، وبعد كده نرجع نكمل حلقتنا. انا بلعب في الجيم بقالي 5 سنين. بقالي 5 6 شهور تقريبا. بلعب من وانا عندي 4 سنين. اكتر حاجه في الجيم انا بحبها ان احنا كلنا كاصحاب يعني متعاونين وكده، وزائد ان احنا بناخد حركات جديده ما كناش نعرف عنها اي حاجه. تعاون يعني هنا مفيش يعني الفايت ما بيبقاش حقيقي. في الجيم الاول كنت باجي الهدف اللي انا في الاول كنت بتضرب كتير من صحابي وانا صغير، بس انا كنت غير كده كمان اللي انا كنت عايزه ادافع عن نفسي، كنت حابب فكره ان انا العب حاجه فيها ضرب. لا هو الكيك بوكسنج اول حاجه، بعد كده تاني حاجه انا بحب السباحه. هو الكيك بوكسنج دلوقتي هي احسن رياضه عندي. انا كان في فتره بس ده وانا كبير يعني كنت حبيت الكوره، بس انا رحت الكوره لقيت ناس يعني ناس جامده جدا وناس شاطره جدا فيها، فقلت انا ممكن اتمرن مع نفسي كوره. اي رياضه بس لازم يلعب، لازم حتى هو ليه لما يكبر علشان يبقى هو من صغره مزروع فيه الموضوع ده. لا انت ما بتعملش حاجه غلط علشان خاطر صحتك، بلاش اكل متاخر عشان صحتك. دلوقتي انت شايفه الشباب دلوقتي حاجات كتيره غلط بيعملوها ممكن بيضروا نفسهم بيها يعني. طبعا لما نبتدي كلامنا عن الاطفال بالذات والفرق ما بين قبل ما الطفل يلعب رياضه وبعد ما يلعب، الطفل اول ما بيتولد بيبقى محتاج قدوه، محتاج يبقى عنده ثقة بنفسه. ميزة الرياضة لما بتلعب في مجموعة أو بتلعب في نادي وبالذات في الجيم، ولما يكون في لعبة متخصصة ورياضة فيها شغل جماعي، الطفل بيبقى عنده ثقة كبيرة جدا، بيبتدي يقارن نفسه بأطفال زمايله، بيبتدي ياخد الكابتن قدوة ليه، لدرجة إنه يقدر يتعلق بالكابتن وكل الأفعال اللي بيعملها يبتدي يشوف الأول المدرب بتاعه أو الكابتن بتاعه. بتزود ثقته بنفسه بنسبة كبيرة جدا، وده بنلاحظه لما الطفل بيخش في السنوات الأولى من الدراسة من أول KG 1 up to البرايمري لغاية 5 ابتدائي، الطفل ده بيبقى عنده ثقة بنفسه. بعض الرياضات زي الرياضات القتالية بيبقى حاسس إن هو محدش يقدر يعني مثلا يضايقه أو ينرفزه لأنه بيبقى عارف قدرته. بحس بمتعة كده يعني ان هو بمارس رياضة يعني قليلة اصلا، يعني هو الرياضة المشهورة البوكس. حاسة انها فادتني جدا في اسلوب حياتي. بقيت الاول مكنتش يعني كان في كسل اكتر من كده، دلوقتي في نشاط اكتر. ساعات لما ببقى عندي طاقة زيادة مش عارف اطلعها في حاجة باجي اطلعها هنا، وباجي كمان ببقى لما اكون متضايق او يعني اكون يعني مش مبسوط باجي انبسط اتكلم مع صحابي. هي غيرت من شخصيتي يعني، لجأت للكيك بوكسينج بقيت اخش بطولات وحاجات، فبقيت يعني هما بيكلموني وانا بكلمهم. ادتني ثقه كبيره جدا في نفسي ماشي، وبالنسبه للدراسه مش حاسه ان هي اثرت فيها يعني، هي خلت ليها جانب ايجابي شويه. الدراسه يعني بنوفق ده مع ده يعني، ممكن برجع من اليوم مش عندي فيه تمرين بقعد اذاكر كل اللي عندي. نظمت كتير جدا من وقتي يعني، بدل ما كان على طول انترنت دلوقتي بقى في رياضه وفي سبورتس. طبعا هو الرياضه السن هو بنبتدي السن 5 سنين، اتفقنا ان احنا الرياضه بتاعتنا السن بتاعتنا 5 سنين، ده دي اهم حاجه اللي هو 5 سنين،
يلعب ايه بقى في الخمس سنين دول؟ بيبقى عندك سباحه مهمه جدا 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 جدا، العضلات الجسم كلها بتتكون في السباحه. الجري، الجري طبعا بتقوي بتقوي الجسم كله، عضلات الجسم كلها. كره القدم، دي الحاجات المهله. الالعاب القتاليه بيبقى فيها سيفتي جامد جدا مع المدرب ذو خبره اللي يوصلك للمرحله اللي هو يكون متقدم فيها الولد بشكل مهم جدا. فدي اربع حاجات، من ضمن اربع حاجات اللي هو مهمه جدا الطفل يبتدي فيها. مع الوقت، مع الوقت اللي بيبقى الكابتن اللي بيبقى هو شايف ان اللعيب دوت واصل لشكل معين لمرحله متقدمه، فيبتدي يبلغ الاسره اللي هو يستمر في سباحه، في كوره، في العاب قتاليه. فلازما ولي الامور يبقى في متواصل مع الكابتن على طول بحيث ان هو يوصل له النتيجه اللي هو عاوزها الولد. مع الوقت الولد بيبتدي بقى ايه يختار حياته، بيختار هو فين، كيك بوكس، ام ام اي، جيتسو، يختار سباحه، لعب كوره. فدوت دي المراحل السنيه بتتقدم مع الولد لما هو يتقدم مع العمر. ودلوقتي هنروح معاكم الخبر حلو قوي. مدرسه بكفر الشيخ بتطلق اربع مبادرات انسانيه، مبادرات انسانيه مجانيه اطلقتها معلمه مدرسه علي عبد الشقور للتعليم الاساسي بمحافظه كفر الشيخ، هدفها خدمة الطلاب والارتقاء بالخدمات المدرسية. المدرسين أطلقوا مبادرتين، وده لسداد مصروفات الطلاب الغير قادرين وتوزيع الزي المدرسي على التلاميذ المحتاجين، وقسموا الطلاب المستحقين لثلاث فئات. الأول منح عدد منهم الزي المدرسي بشكل مجاني على الأيتام وأبناء المرأة المعيلة والمطلقات اللي ما عندهمش دخل، وكمان الطلاب الأكثر احتياجاً. المبادرة اشترك فيها عشرات المعلمين وساهموا في شراء الملابس وسداد المصروفات الدراسية لحوالي 170 طالب على نفقتهم الخاصة. كمان المعلمين قاموا بعمل مبادرة لزراعة وتشجير المدرسة وزرع حوالي 30 شجرة لحد دلوقتي. كمان ده غير مبادرة إعادة تدوير المخلفات وتجميل بسقة القمامة وتعليم الأطفال فصل المخلفات لتطبيق ده في المنزل. طبعا كل ده ما كانش ينفع يحصل إلا بدعم الدكتورة بوسينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. لازم نشكرها كل الشكر ليكي يا دكتور، ولازم يبقى ده موجود في كل المدارس. يا ريت فعلا فعلا نلاقي مبادرات زي كده في مدارس كتير، يا ريت نحس بغيرنا. قد ايه الدكتورة بوسينة قدرت ان هي تحس بغيرها وتعمل روح من التعاون والمساواة والاخاء جوه المدرسة، خلت الاطفال يحسوا ببعض، خلت المدرسين يحسوا بالاطفال، لان ده شيء ايجابي جدا لازم فعلا نبقى حريصين عليه ونشوفه في كل مدارسنا. كل الشكر لدكتورة بوسينة كشك وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. دلوقتي هروح معاكم الفاصل ونرجع نستقبل اول فقرة من فقرات برنامجنا اطفال، ولكن ما حدش يروح في اي حد. قطر بغنطوط في الليل بيفوت ويهز علينا في ميعاد مظبوط. توت 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 كف عروسة سوسة، واللي سقف يستاهل مني بوسة، يستاهل مني بوسة. سوسة 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 كف عروسة سوسة 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 كف عروسة سوسة، واللي سقف يستاهل مني بوسة، يستاهل مني بوسة. ماما زمانها جايه جايه بعد شويه، جايبه لعب وحاجات، جايبه معاها شنطه فيها والزوطه بتقول وات وات وات. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانيه. أظن رجعتوا معايا لأيام حلوة كنا نسيناها، أيام فعلا بنتمنى إنها ترجع تاني. أغاني صافية وجميلة وبسيطة كانت بتوصل لأولادنا وبتشكل وجدانهم وبتعمل منهم بجد بعد كده شباب في المستقبل عندهم هدف وهوية. دلوقتي للأسف غاب المضمون ده،
غاب المعاني الإيجابية، بقينا نشوف الأطفال بيقلدوا الكبار وبيقلدوهم في سلوكيات سلبية، بقت حياتنا كلها الأغاني الشعبية، التراث الأصيل غاب عننا وغاب عن ولادنا، بقينا نشوف ولادنا كل هدفهم إزاي يقلدوا بعض في حركات ولا مناسبة ليهم ولا لعاداتنا ولا لتقاليدنا، بقى يعملوا حاجات فعلا منفرة جدا ومش عارفين نرجعهم تاني ولا للأصل ولا للتراث ولا للأغاني البسيطة اللي كانت بتشكل وجدانهم وبتعمل منهم شباب بجد تفرح، لأن احنا تربينا على أغاني اختفت دلوقتي للأسف. خلونا نتكلم في الموضوع ده بتفاصيله، ومنوراني في الاستوديو أستاذة إلهام حمودة استشاري تعديل السلوك والطب الأسري، واللي هتكلمنا في الموضوع ده وإزاي نحد منه وإزاي فعلا نرجع لولادنا يعرفوا يفرقوا بين الحاجة السيئة والحاجة الجيدة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا، منوراني. ربنا يخليك. طبعا يا دكتور في البداية حضرتك شفتي ورجعتنا كده لأحلى حاجة يعني كلنا هو أنا الحقيقة الواحد عايز يتكلم في الأول على الأغنية الشعبية، يعني أن الأغنية الشعبية دي مش حاجة وحشة، بالعكس. يعني إيه هي أساسا؟ يعني إيه أغنية شعبية؟ هي الأغنية اللي بتعبر علينا إحنا، بتعبر على شعبنا، بتعبر على عاداتنا، على تقاليدنا، على فحلو قوي. ده لو إحنا نتكلم على الأغنية الشعبية، ما نتكلمش على الأغنية الشعبية الهبطة، خلينا نفرق. ففي اغنيه شعبيه اللي احنا كلنا تربينا عليها، اغاني افراحنا والاغاني المناسبات، حتى اغاني الاطفال. يعني لما كان محمد ثروت يطلع لنا ويغني لنا بسم الله ونبدا يومنا بسم الله، احنا بقينا واحنا صغيرين يعني خلاص بقى الحاجات برمجت، احنا الاغاني دي بتعمل برمجه للدماغ عشان نبقى فاهمين. فاحنا خلاص بقينا عارفين ان في المناسبه دي، بدءا من انا عايزه اقول لك ان مثلا الحروف الابجديه احنا حفظناها اصلا باغاني اطفال، الف ب ت دي زمان، ومرورا بمحمد ثروت ومرورا بصفاء ابو السعود والكلام ده، كل الحاجات دي ثابت في الأطفال، حاجات حلوة وثابت في جيلنا حاجات جميلة. أولا بتتقال بلغة أو بلهجة عامية الكل فاهمها، الأطفال فاهمينها، راقية، بتدخل مفردات حلوة قوي على الطفل، بتحط فيه قيمة، بتعلي كمان من طريقة كلامه، بتخليه حاجة يعني حاجة تانية خالص. وده اللي احنا شفناه، يعني هي من غير ما تحسي بتدخل سلوكيات جميله جدا جدا في اطفال، بقدم الرساله من غير ما اقول له بشكل مباشر اطلاقا، لان اساسا الاطفال هي الاطفال والكبار واحنا كلنا، واحنا القصه دي معروفه ان احنا الدماغ عندنا فص يمين وفص شمال، وده بتاع معلومات وده بتاع، فاحنا لازم نستخدم كل ده. الاغاني بقى عموما، الاغاني انا بتكلم ليه دايما بتبقى ثابته حتى احنا في دماغنا قوي وبنبقى حافظينها لمده سنين طويله؟ لانها بتلعب على فصين المخ، بتدينا معلومات وفي نفس الوقت بتصورها لنا وبتديها لنا في موسيقى ومود وصوت حلو وناس والفاظ جميله وحاجات، فتلاقينا حافظين الاغنيه يعني بقالنا سنين. ما تقدريش تغيريها غير المعلومات اللي بتتاخد كده. فلما كانت الزمان او الاغاني الحلوه اللي احنا سمعناها واللي تربينا عليها بتدخل المفردات دي وبتدخل المعلومات دي، فبقينا جيل متزن، والجيل اللي انت شايفاه قد ايه متزن. بدأت بقى الحكايات التانية، الحكاية بقى راحت في حتة صعبة، وابتدينا مفروض ان ولادنا بدل ما نحد من الحكاية دي بقى ده شيء عادي، وبقينا نقابله في كل المناسبات. وعلى فكرة الموضوع ما بقاش بيخص طبقة معينة، كل الطبقات، الغنية والفقير، افراح تكون في اماكن حلوة جدا وافراح تكون في الشارع. بالزبط. بنسمع ده على كل المستويات، والاطفال بقى يقلدوا ده بشكل كبير. قبل ما نتكلم في التفاصيل، خلينا دلوقتي نوري حضرتك فيديوهات بالصوت والصوره لاطفال اعمارهم ما تتجاوزش 10 و12 سنه للأسف، وبيرقصوا وبيغنوا اغاني شعبيه. خلينا نشوف. اتفضل. الرصاص عينيكوا بيرجع فينا، هو انتوا اللي بتقروا علينا، احنا هنفضل مع بعضينا، يا بيكا فكك من الحصان، دول بينقوا ما بيرحموش، تعبت منهم انا يا شكور. زي ما حضراتكم شفتوا اكيد الفرق واضح، والغريب بقى في الفيديوهات اللي شفناها طفله رضيعه بترقص وبتعمل حركات شعبيه. حضرتك يمكن شفتي معانا وصدمه بقى. صدمه، بس هي ده شيء طبيعي. احنا الطفل الرضيع، انا عايزه اقول لك على حاجه، الاطفال عموما احنا بنشبههم بالسفنجه حقيقي، ان اول ما بيتولدوا، وبعدين قانونا احنا خلينا نتكلم كده قانونا، ان لغايه 18 سنه ده طفل، هو طفل فعلا.
يعني ايه سفنجة؟ يعني فين السفنجة لما تحطيها على اي حاجة بتمتص بتشرب. هتحطيها في مية هتشرب، هتحطيها في لبن اوكي هتشرب، في اي حاجة تانية هتشرب. فاحنا طبيعي ان احنا طالما بنغذي الطفل بكده فهيبقى كده. الطفل الرضيع احنا بنقول من وهو في بطنك، في بطن الام، سمعيه حاجات لطيفه، سمعيه اغاني، سمعيه قران، سمعيه الكلام الظريف علشان يطلع الطفل هادي. احنا بنقول ان الذاكره السمعيه قد ايه اقوى من اي ذاكره عند البني ادم وخصوصا عند الطفل. وانا بتكلم كتير في المواضيع دي في التربيه الجنسيه والحاجات دي، ان الذاكره السمعيه عند الطفل الرضيع اللي لسه مولود قويه جدا وبتفضل معاه مستمره. ودي معلومه مهمه يا دكتور، لان كتير من الامهات يمكن هم بيسمعونا يقولوا ده طفل مش فاهم. بالعكس يعني لما يبتدي يفهم نبتدي نحدد من اللي احنا عايزين بالعكس نعمله. بالعكس، ودي دراسات وبناء على دراسات ان الذاكره السمعيه بتتخزن في اللاواعي، فهي دي اللي بتاثر بعد كده. واحنا كلنا عارفين ان هو العقل الواعي واللاواعي، وان العقل اللاواعي اكتر بكتير، كل المعلومات بتتخزن والحاجات، وده اللي بيخلي الاطفال بعد كده بقى بيسمعوا الحاجه وبعد كده بتشوفي السلوك عجيب وبتشوفي كلمات عجيبه. هي جت من فين؟ هي اتخزنت بالشكل اللي هم عايزينه، اتخزنت بالطريقه اللي للاسف موفره لهم الحاجات اللي هم عايزين المعلومه تيجي لهم بيها، موفره لهم الصوت وموفره لهم الحده وموفره لهم موسيقى معينه والبهجه والتنطيط والكلام ده، فاتخزنت عندهم فطلعت بالشكل ده. الفيديوهات اللي شفناها شفنا طفله رضيعه للاسف، وبعد كده صغيرة شفنا بقى الاعمار الثانيه الاطفال الثانيه، وشفتي الحركات عاملين ازاي، وزي ما شفنا اللي هو البرنامج اللي هو دلوقتي بيعملوه التيك توك وبيتباروا في الحاجات دي ازاي بقى يعملوها ويجيبوا الاغنيه، الكلام ده كله بيأثر. خلينا يا دكتور قبل ما نتكلم عن ازاي نحد من الموضوع ده، بنشوف اهالي كتير قوي سعداء مبسوطين بان بنتي او ابني بيعملوا فيديو، بنتي او ابني بقى يروحوا الفرح بيعرفوا يرقصوا وبيبقى ليهم روح وكاريزما وقاعدين يرقصوا ومبسوطين جدا وبيشجعوهم على ده، فدي بقت حاجه عاديه، ولو انت جيت اعترضت يبقوا شايفين ان انت غريب. فازاي احنا نقول ايه للاهالي دي، وازاي نحد من ده ونمنع عن ولادنا حاجه ممكن تكون شر ليهم وهم مش واخدين بالهم؟ هو خلينا نتكلم انها ظاهره، وعايزه اقول يعني انا بحب اتكلم بشكل واقعي شويه، بلاش الكلام اللي هو الانشا اللي لازم تعمل كذا وما ينفعش كذا وكذا. هو بقت ظاهره، ومن كترها دايما الحاجه لما تبقى كتير الواحد بيألفها فتبقى عادي عادي، فتبقى حقيقي. خلاص عادي بقى. في الاول انا اراهن ان كلنا كنا اول ما سمعنا اول اغنيه بالشكل ده اللي هي اغنيه المهرجانات او القصص دي، قد ايه كنا بنصار، والاهالي دي نفسها اللي انت بتتكلمي عنها قد ايه كانت مش عاجبها، بس شويه شويه بتبتدي مع اعتياد الموضوع. مع اعتياد الموضوع خلاص. يعني انا عايزه اقول لك تجربه شخصيه، انا كنت مع في العربيه او مسافره، فالسواق كان مشغل الاغاني دي، مبدئيا انا كنت متضايقه جدا، بس انت خلاص بقى مضطره انت ساكته لان العربيه كان فيها كذا حد، فانا شويه من كتر ما هو قاعد يعيد في الاغنيه ويعيد انت روحتي البيت، بقت المفردات بتزن في دماغك بتلف يعني، واحنا كبار بقى وانت كبيره وعارفه ايه الفرق وممكن تقدري بعد كده تدخلي بدائل والكلام ده. فانا بعذر الاهالي علشان العمليه بقت يعني ظاهره، بس انا مش بعذرهم انهم يشجعوا. يعني هو الحكايه بقت عادي، بس يا جماعه مش كل حاجه عادي بتبقى صح. حقيقي. مش كل حاجه بتتكرر، ومش معنى ان كل ان شريحه كبيره بتعملها او شريحه كبيره بتسمعها ان ده الصح. الصح مش بالكم، الصح بالكيف. حقيقي. يعني هو ما ينفعش كده. طيب تعالي، يمكن الاهالي لما دلوقتي يسمعوا مني قد ايه ممكن الاغاني دي تضر باولادهم في السن الصغير وكمان السن الكبير، يعني جايز في الحاله دي هنساعد بعضنا بشويه حلول كده بسيطه او بشويه خطوات نعملها مع بعضنا، نقولها كده مثلا في اخر الحلقه. فاحنا بنقول ان الطفل اللي بيسمع الكلام ده اولا احنا بنضره في حاجات كتير قوي. اول حاجه بنضرها فيها اللغه بتاعته، اللغه احنا حرفيا بندمرها، لان هم بيتكلموا بمفردات لا هي لغه فصحى ولا عاميه ولا حتى لغه اجنبيه ولا فاهمين هم بيقولوا ايه. هو ده، الله ينور عليكي، هم كمان مش فاهمين. ويقول لك طب وهي فيها ايه؟ هو يا حبيبي المشكله بقى ان احنا الكبار احنا مش سامعين، احنا ما بنسمعش الاغاني، ما بين حد رافضها وما بين حد يقول لك انا اصلا يعني ما بفهمش كلامهم بس عاجبني شكل ابني هو بيقولها او حافظها. فاحنا ما بين الحاجتين دول احنا مش عارفين المفردات بتقول ايه، وهو عمال يكرر. هو ممكن يكون مش فاهم بنسبه كبيره جدا على فكره، الاطفال هم مش فاهمين، يقول لك هو فيها ايه، هو بيقول مفردات غريبه
وبيقول مفردات لشريحة معينة من الناس اخترعوها لنفسهم علشان أسباب كتير. إحنا لو تكلمنا على الأسباب النفسية أو كده هتبقى كتير قوي يعني، هم بقى اخترعوها فبيتكلموا، فبقى حاجة تانية. فإحنا دمرنا عندهم اللغة، صح. دي أول حاجة، دي أول حاجة. فأصبح البيوت داخلة فيها ثقافات ومفردات عجيبة، وتلاقي الأولاد لما اسمعيهم مع بعضهم بعيدا عن الكبار بيتكلموا بشكل غريب، غريب جدا وبعيد عن مجتمعنا خالص، وده بيأثر في الدراسة. حتى استخدام حركتهم للإيد والإشارات بقت غريبة. ده بقى اللي كنت عايزة أقوله. لما بحثت أنا قلت عايزة أعرف يعني إيه كلمة مهرجان، هو مش معنى سموا الكلمة دي مهرجان يعني. فقالوا انها يعني المهرجان دي نوع من انواع الموسيقى الالكترونيه اللي بيحطوها في التوزيعات وفي الحاجات دي، فيها الات صخب وكلام من ده، بتؤدي الى غصب عنك تحرك جسمك. وده اللي بيحصل يعني. هاتي اي حد، انت مستغربه ان الطفله الرضيعه بتتحرك، هو هاتي اي حد ساكن كده وشغالين اغنيه من الاغاني الجديده دي، هتلاقي اوتوماتيك بيعمل والحركات اللي هم عايزينها، لان الاغاني بتستخدم الموسيقى الحاده، فتلاقي الحركات واحده، هتلاقي الحركات هي نفس الحركات اللي بتتعلموها. لو جبتي اي طفل بيرقص على اغنيه شعبيه هتلاقي نفس الحركات هي اللي بيعملها زي الكوبا. طب دكتور، في اغنيه انتشرت في الفتره الاخيره اسمها جارك، اللي هي بيبي جارك. شارك. الاغنيه دي نجحت جدا وعملت تاثير كويس جدا، ويمكن دي كانت من الاغاني اللي كويس انها نوعا ما ابتدت ترجع، كانت شويه مايله قوي لاغاني الطفوله اللي احنا بالزبط. ما بقتش موجوده. فعايزين نقول ان احنا لو بقى في اغاني كويسه بالزبط. هنلاقي برضو ولادنا راح لها جدا جدا. وده من ضمن الحلول اللي كنا هنقولها، لان علشان اطلع حد من عاده هو خلاص اصبحت عاده حقيقي. ومش هنقول ان يا جماعه امنعوا اولادكم، هم لو منعوهم من التلفزيون هيشوفوا في السوشيال ميديا، في النادي، في الانترنت، في العربيه اللي هم راكبينها، في الشارع، في اي مكان اصبحت حوالينا. الحديه في الموسيقى دي هي ادت لانهم يبقوا مع بعض حدين الاطفال، في عنف ظهر في ما بينهم. صدقوني كل ده منه يعني، هو احنا بنترتب، لان كل ده زي ما اتفقنا سفنجه وبتمص، وكل حاجه بتتخزن وبتطلع على شكل بقى ايه، افعال وتصرفات وكلمات وسلوكيات غريبه. اصبح الاولاد بيردوا عليكي بشكل هم مش عارفين انه غلط، بس هو انا شايف الهيرو بتاعي بيعمل كده. عايزين يلبسوا بشكل غريب برضه، هو شايف البطل بتاعه. وخلي بالك كل الاطفال سواء من 8 سنين واول ما يكبروا لغايه ما يبقوا 18 عايزه اقول لحضرتك ان من كتر ما بقت قافه للاسف، وبقى يشوفوا فعلا الرمز بتاعهم بالزبط. فنانين شعبيين بيلبسوا من غير مثلا حاجه الجاكيت، من غير قميص تحته، هما شايفين كده. الطفل يجي يقول لمامته كده، لان هما شايفين ان النموذج ده عالي قوي. والناس في بقى انت عارفه بقى نظام الترندات، وده بيجيب ويجيب لايكات وبيجيب مش عارف ايه والحاجات دي، فهو ده بقى اصبح القدوه. غياب القدوه من المصايب اللي عندنا، ان مفيش عندنا قدوه يعني، مفيش عندنا يعني. ازاي يا دكتور اعلم ابني يفرق بين المثل الايجابي وان ده ينفع يكون قدوتك، لكن ده مش قدوه، ده مثل سيء. مش معنى ان الناس اتلمت حواليه ولا بقى ترند على السوشيال ميديا معناه ان ده انت تمشي وراه ولا تصدقه. تعرفي يا مروه ايه المشكله عندنا؟ ان احنا ما بنخصصش وقت لاطفالنا ابدا، ما بنقعدش معاهم. احنا فعلا ما بنخصصش. وان احنا اول حاجه بنقولها للام لما تشكي من ابنها باي شكوى، نقول لها خصصي له ولو 10 دقائق في اليوم بس، اقعدي معاه، اسمعيه، اتكلمي معاه بقى صاحبك. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني بجد استاذه الهام، كل الشكر ليكي. شكرا جدا. شكرا ليكي. زي ما انتم سمعتوا يمكن الحلول بسيطه، بس يا ريت نبتدي. كل ما هنبتدي بدري كل ده ما هيبقى ليه تاثير ايجابي جدا على اولادنا. يا ريت يا ريت يبقى عندنا رحمه باولادنا، نتقي ربنا فيهم. حتى اللي بيصنع المحتوى ده يعني اتقي ربنا، لو ولادك اللي بين ايديك انت حر فيهم، انت شايف انك صح وعايز تعلمهم كده، لكن ولاد غيرك ما لهمش ذنب. عشان كده قننوا على قد ما تقدروا كل الاهالي اللي بيسمعونا، يرجعوا تاني ولادهم للاغاني اللطيفه البسيطه، جيبوها لهم من على النت، خليهم يسمعوها، خليهم تبقى حاجه يوميه يصحوا عليها او يناموا عليها عشان يعرفوا الفرق بين السيء والجيد. استنوني، ما حدش يروح في اي حته، حلقتنا لسه مكمله. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية، وختام النهارده ختام ومسك.
عايزه اقول لكم ان احنا عاملين لكم فقره خفيفه جدا الاطفال يستمتعوا بيها والاهالي كمان يستمتعوا بيها، وكمان هنعلم ولادنا في البيت مهن حرفيه بسيطه ونعلمهم الحس الفني ازاي يزيد عندهم. كل ده هنعرفه مع رضوى عاشور مصممه لعب اطفال واللي بتقدر تخلي الاطفال يتبسطوا ويفرحوا وتدخل البهجه في كل البيوت. اهلا بيك يا رضوى. اهلا وسهلا بيك. منوراني. والله بنور. والله منوراني انت وحاجتك الجميله اللي عملت لنا بهجه في الاستوديو دي. ربنا يخليك يا رب. وعايزه كمان ارحب برهف وياسين وصفيه اللي منوريني النهارده معاكي واللي هيشاركوكي في الحاجات اللي انت هتعمليها ان شاء الله. في البدايه طبعا اول حاجه لازم اسالها لك، جات لك الفكره ازاي وامتى وابتديتي تنفذي؟ الفكره جات لي ان انا اصلا بحب الحاجات الالوان، بحب اللعب الاطفال من وانا صغيره كده، كنت بقعد اعمل اي حاجات بايدي طبعا بدائيه يعني. وبعد كده واحده واحده بتطور، بدات اعمل سيرش على النت، بدات ابحث في الموضوع. لما جبت بقى بنتي بدات بقى يعني اللي هي صفيه. صفيه بدات بقى ان انا يعني اتوسع قوي في الموضوع ودخلت وبدات بقى اعمل الحاجات اللي انت شايفينها دي. ازيك يا صفيه؟ ايه الحلاوه دي؟ انتوا الثلاثه امارات، انت يا رهف ليدي النهارده معانا، وياسين قاعد بين بنتين امارات، وصفيه منوراني. انتي بتبوسيني قبل ما نبدا؟ الله ايه الحلاوه دي؟ ما شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب. امين يا رب. في البدايه بقى قولي لي ازاي قادره تستفيدي من المهنه دي على نطاق الشغل وكمان في البيت؟ انطاق الشغل ان انا يعني عملت لنفسي بيج على الفيسبوك ان انا ابدا اعرض للناس الشغل بتاعي. انا يعني الاول يعني اخدت فكره كده قلت لهم ايه رايكم على صفحتي الشخصيه، لقيت الناس عندها تجاوب في استجابه والناس حبتها وشجعوني عليها ما شاء الله يعني، وفي فضل التشجيع اللي حواليا بجد انا ما كنتش وصلت لحاجه يعني. لو كانوا احبطوني من الاول ما كنتش بدات. وانا كمان كنت بادئه بحاجات يعني ما فيش، اللي هو حاجات انا في وجهه نظري حاليا مش حلوه يعني. بعد مع الوقت طبعا الواحد بيتطور وبيوصل لمستوى كويس عن الاول يعني. فالحمد لله عملت بعد كده البيج بتاعي وبدات بقى اعرض ايه كل شويه اطلع ادخل فكره جديده يعني. مره حاجات ديكورات للاطفال، مره ادخل شنط، مره ادخل لعب، كل شويه على حسب بقى من اللي حواليا بيطلب مني يعني. انت بتخترعي شخصيات يعني؟ ممكن انت يجي لك بقى من الخيال تعملي مثلا مجموعه شخصيات و... يعني عم كشكش ده انا مخترعاه. انا عايزه ده لسه هتكلم عنه. القمر اللي جنبي ده عم كشكش ده انت مسميه كشكش؟ لا هو زي عم شكشك. زي ساعكته بقى عشان هو في منه فاني هو في منه دي ابنه يعني. بس شكله مثقف ما شاء الله والنضاره. والله هو شكله حشري يا دكتور مش مثقف. جات لك فكرته ازاي؟ هو انا كنت عايزه اعمل بابت ان انا يعني المفروض انا كنت عامله عشان اعمل فيديوهات للاطفال واعمل على القناه بتاعت اليوتيوب وجو ده، بس انا جهزته وعملته حبا في ان انا حابه اعمل فكره جديده كبابت. عملت عم كشكش وعمه زعتر ده اللي تحت الصغنن ده. زعتر وكشكش. وعلى فكره هم برضو شبه شخصيات كانت عالم سمسم. فيهم قوي قريبين جدا. يعني اللي هو نفس الميكانيزم بتاع تحريك العرايس هو فيهم هماهم يعني. يعني ده هو ده اصلا انا يعني انا مش مخترعتوش، طريقه العمايل موجوده اصلا عند الاجانب وهم اللي بيدرسوها للناس، بس اللي بيعرف بقى يلقط ويطبق صح. حلو قوي. وباتقان كمان يعني، ده اهم حاجه. كلميني بقى على الحاجات. اولا عايزين نتكلم النهارده برضو عن الاقلام معموله شكلها حلو قوي ومبهجه جدا وتخلي الاطفال يحبوا يمسكوها عشان يكتبوا. عامله اشكال كتيره جدا بس يعني دول اللي انا عرفت اجيبهم. ومتهيالي الموضوع بسيط يعني، دي ما بتاخدش منك وقت. لا مش بتاخد وقت خالص. الشخصيه اللي زي عم كشكش تاخد قد ايه وقت منك؟ لا انت على ما اصمم من الاول واحط بقى وارسم في خيالي وانا هعمل شكل ايه وانا شغاله وحد يعني ممكن اسبوع او حاجه من اول التنفيذ، لكن التخطيط قبلها ممكن اسبوع كمان. بتشاركي في مناسبات يا رضوى؟ يعني بتروحي في حفلات عيد ميلاد تشاركي مع الاطفال؟ بعمل حاجات اسبوع يعني، انا مش بروح ذات نفسي انا عشان ولادي وعشان كده، بس انا بجهز لهم حاجات، بعمل لهم جيست بوك للاسبوع مثلا او للفرح افراح برضو بعمل لهم. بس حتى الجيست بوك بتاعي لما بعمله بتاع الافراح بتحس فيه طابع طفولي شويه كده يعني، حسب بقى هم العرايس بيحبوا حاجتي خلاص خديها كده. خديها كده بليها كده. انت لازم اي حاجه يبقى اطفال. بحب الالوان. انا بحب الالوان يعني. حتى يعني اعمل جيست بوك مش بيبقى ابيض كده بس، لا لازم تلاقيني دخلت الوان فيها مش عارفه ايه زي روح الاطفال. الاطفال حياتهم الوان طبعا. حتى لما عملت شنطه عملتها برضو عليها كيتي وعليها اطفال ولسه بحضر الكوليكشن.
يعني الشنطه دي ممكن مثلا بنتك تروح بيها الحضانه. ايوه ايوه ما انا بجهز شغاله دلوقتي ان شاء الله. هي دي كانت اول حاجه عملتها مقلمه والشنطه للخامه تكونها تكون ناعمه للاطفال يستعملوها وتبقى عمليه، وفي نفس الوقت بحاول انا اعمل اشكال جديده بقى حاجه مختلفه. وبرده مش هنسى بقى الليديز والحاجات دول اللي هم حشرة الميك اب والحاجات دي، بس هتبقى برده طفولي يعني، يعني هطلع كده هم انتوا كبار صغيرين هطلع الطفل اللي جواكم ماليش علاقه. حلو ده جدا. طب خليني اسالك يا رعف، اولا منوروني والدرس يجنن، مين اللي جايب الدرس الحلو ده بقى؟ مامي. ما شاء الله على مامي، قد ايه خليتك جميله النهارده. انت مبسوطه؟ يعني انت في وسط الحاجات دي احساسك ايه بقى؟ كاني في محل لعب فمبسوطه. طب قولي لي يا رعف، ايه اكتر حاجه هنا لفت نظرك ونفسك تاخديها وانت ماشيه؟ ها قولي قولي قولي، ما هتديها لك تديها يا رجل. عينيا الرفوف. ايه هو ممكن كلهم؟ نعم هو ممكن اشوف الاقلام شويه عشان المدرسه. عجبتك الاقلام. خلاص رادو هتديكي قلم. يا لهوي يا عينيا، انت طلباتك بسيطه جدا. بسيطه قوي. انت هتروح تاخد الخروف. انت اول سنه كام يا رهف؟ سنه ثانيه. سنه ثانيه ما شاء الله، دي انت انسه ما شاء الله. انت جميله الله اكبر عليكي، فرحانه بيكي جدا، فرحانه بمامي انها قدرت تخليكي ليدي كده. حتى هنا كلنا كنا مبسوطين. شونيستا صغننه. ما شاء الله. قبل ما نبدا كله عمال يعاكسها. يعني من دلوقتي بتتعاكس، طب هنعمل ايه بعد كده؟ مش عارفه. ياسين. تقطع علينا احنا. ياسين. نعم. تعرف قيمة اللي قاعدة جنبك ولا أنت مش واخد بالك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. عامل إيه؟ خلي صوتك يا ياسين. أنت في سنة كام يا ياسين؟ رايح سنة كام؟ أولى يا ياسين. أولى. بتساعد ماما في الحاجات اللي بتعملها؟ بتساعدها؟ ولا طب إيه أكتر حاجة عجبك في الحاجات اللي ماما بتعملها؟ طب عم كشكش إيه رأيك فيه؟ بتحبه؟ تقعد تتكلم معاه؟ هو صاحبك؟ طب بتقول له ايه؟ لما تيجي كده تكلمه وتقول لي بتقول له ايه؟ طب اسال صفيه؟ صفيه منوراني. بتساعدي مامي ولا لا؟ لا ساعد. ولا بتخربي الدنيا؟ قولي الحقيقه. بتساعديها؟ بتساعدك؟ ولا بتقعد بقى تقطع وتعمل؟ ياسين بيقعد يمسك المقص ويقعد يخترع حاجات، يعني مش لازم في شغلي، ايه قاعد بقى يعمل بكرتون. مين اللي حساهم واخد الموهبه منك؟ ياسين، عشان هو اللي قادر يمسك المقص اكتر ويتعامل دلوقتي. يقعد يمسك الكرتون ويقعد يعمل حاجات غريبه كده، اقول له بتقول لي انا بخترع. اصل هو اصلا حتى على اليوتيوب ما شاء الله عليه، لما بيجي يتفرج على فيديوهات مش بيتفرج على اي حاجه، بيقعد يتفرج على الاختراعات اللي هي الحاجات الاجانب اللي هم الصغيره دي، اللي هي حاجه اللي هم بيخترعوها. الاختراعات اللي بسيطه جدا. يعني انت يا ياسين لما تكبر عايز تعمل زي مامي حاجات هاند ميد وكده، ولا عايز تطلع ايه؟ الاثنين. ايه الاثنين؟ اللي هو ايه الحاجه الثانيه؟ انا ما اعرفش. الاختراع. تبقى مخترع وكمان تعمل حاجات زي كده. وانت يا رهف لما تكبري عايز تطلع ايه؟ انا لما اكبر بحب اني ارسم والون، يعني فنانة يعني. انت شكلك فنانة. دكتورة. الاثنين. بإذن الله. صفية هتقولي لي لما تكبري عايز تطلعي ايه؟ عايز تطلعي ايه لما تكبري؟ أكبر. زي مامي؟ أنا يا رضوى فعلا مبسوطة بيكي. قولي لنا النهاردة هتعملي لنا ايه بقى؟ بمناسبة المدارس يعني احنا بدأنا وكده، فأنا قلت ممكن أعمل لهم أعلمهم ازاي يعملوا مقلمة بسيطة. حلو. تاخد الوانهم وتبقى برضو شكلها اللي هي الاقلام والحاجات بتاعتهم وكده. وقولي لنا الماتيريال ممكن كل ام دلوقتي تجيبها لاولادها ازاي؟ ازاي تساعدهم؟ الماتيريال عباره عن قماش جوخ. قماش الجوخ ده بيبقى موجود في المكتبات. جميل. يعني مش في جوخ اللي هو بتاع القماش التاني اللي هو الشتوي ده، لا مش هو اللي مش بتاع القماش، لا ده بيبقى من المكتبات. خامه كده فلت ما بتوبرش، عشان تتقص بتبقى عادي ما بيجرهاش حاجه، تشكليها زي ما انت عايزه. في منها طبعا الوان رهيبه، كل الدرجات موجوده منها. وطبعا ايه بستعمل دايما مسدس الشمع او الابره والخيط واي بقى خامات معايا بقى، لو سوسته لو حاجه على حسب الموضوع. عايز ايه؟ دلوقتي انا ممكن ايه اعلمهم ازاي يعملوا ده. هيبقى بند مقلم على شكل باندا، يعني اللي هو ده وش ده سهل طبعا جدا. احنا لو حتى هم مش عارفين ازاي يعملوا مثلا، هيجيبوا الرسمه دي من على النت عادي ويقوموا شافينها او طابعينها على البرينتر يطبعوها. لكن انت هنا بتعمليها بنفس الورق ده بجيب ورق عادي، ورق هو ورق ابيض مثلا وارسمها. انا مثلا برسم على ورق ابيض عادي A4 او اي حاجه، وبقوم مثلا رسمه شكل. بتعرفي ترسمي؟
مش قوي انا مش يعني انا ما انا بحب اعمل حاجات بس مش يعني انقلها يعني ممكن اشوف الرسمه قدامي واقعد انقلها ما اكذبش لكن ان انا من خيالي مش بعرف قوي يعني بجمع افكار فشكل الباندا معروف في كل حته احنا بقى نتخيل ملامحه زي ما احنا عايزين بقى براحتنا وممكن حاجه تعجبنا نقوم حاطينها هنعمل شكل بيضاوي عادي وبسيط وبرده نشوف ملامح الباندا طبعا معروفه فاحنا بنقصها ونقص دايره في طبعا مساطر بتعمل الشكل الدواير دي والاشكال البيضاويه ويتعلموا ازاي يقصوا كويس بس الجوخ وطبعا هم الاطفال مش هيعرفوا قوي مش هيعرفوا يحددوها قوي تبقى مظبوطه لكن الكبار هم اللي هيعرفوا يكونوا متوكلين شويه في الاصل تمام الخطوه اللي بعديها هي خلاص هي هتبقى مثلا القماش دي هتبقى كده عادي اللي هي البيضاويه قصينا الملامح انا طبعا كمان جايبه الودان حلو ده في بقى طريقتين طبعا انا مركبه هنا سوسته سوسته من ورا عشان يدخلوا منها ممكن بالخياطه طبعا انا عاملاها هنا باللزق بالعادي بمسدس الشمع عشان خاطر ايه هم لسه اطفال فمش هيعرفوا يخيطوها او على مكنه الخياطه اللي عندي بتلزقها لهم بالمسدس انا بلزق بالمسدس عادي جدا وبعدين هقوم حاطه دي على دي اهي والزق برده حلو جدا كده واهو السوسته من ورا ودي الودان اهي بتاعت دي بسيطه قوي جدا 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 وفي الاخر تطلع ملامح جميله جدا هنحط بقى الايه الودان هنا اهو كده عملنا اول ودان نحط الثانيه مش شايفه يا رهف تعرفي تعمليها في البيت سهله جدا حلو والمسدس طبعا والمسدس طبعا الكبار شوفوا ادوبك بس لسه ايه ممكن بقى حلين بعد كده ممكن في خياط هنخيط الحروف الخياطه بغرزه اسمها البطانيه معروفه جدا في الفن بتاع الجوه ده وممكن بالمسدس برضو ايه برضو الف عليها عادي جدا على حسب اي امكانيات عندك بتستخدمها اهو طبعا الاطفال ياخدوا بالهم مامي لازم هي اللي تعمل صفية عايزة تقول ايه نعم يا فوفي رباط الجزمة اتفك وعايزة تربطه معلش هنربطه حاضر يا فوفي حاضر مش هتسكت اصلا عارفة بنتي هنلفه كله سهلة وبسيطة جدا 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 فكرتها بسيطة وسهلة لكل ام ممكن على الاقل حتى تنمي عندهم على فكره ممكن كتير يقولوا لك هم هيستخدموها ما مش هيستخدموها عشان رؤيه بس قد ايه هم يتبسطوا ان هم بيعملوا حاجه بتفرحهم وهي لو اتخيطت هتبقى عمليه جدا ومش هتبقى فيها مشكله لا طبعا انا حتى زياده اهو هقصه مفيش اي حاجه ادي السوسته حلوه قوي اهو هيحطوا فيها دي برضو ممكن اهو تحطوا فيها لو هم حطوا فيها كل حاجه تاخد كتير بتاخد كتير جدا دي ممكن برضو ياخد منها فكره تانية ركبوا لها ايد وتبقى بقت شنطه كروس وممكن ما يحطوش السوسته هنا يسيبوها مفتوحه من فوق وتبقى ايه مفتوحه ولا وحلوه كلميني بقى على الشنطه دي اللي قدامنا الشنطه دي دي شكل كيتي دي حلوه دي وبنلاقيها في السوق يعني كتير جدا بنلاقيها ناس بتجيبها لاولادها وبيحبوها او تنفع كمان هي لانش باج مثلا ومطلعوا كل حاجه دلوقتي الاطفال والله فعلا شكلها حلو جدا تنفع في المصايف وتنفع في كذا حاجه وخامه ناعمه والشغل على داتا تريز يعني انا يعني مدخله كذا يعني مثلا الشنطه دي تتعمل بدخلها في كذا مرحله عشان اوصل للمرحله دي بتكلفك قد ايه يا رضوى بتكلف كتير الشنطه دي يعني دي حاليا في فرق في التكلفه لما بعمل قطعه بقطعه ولما اعمل كميه يعني انا نفسي انا كشخصيه كرضوى يعني نفسي بجد افتح مصنع يعني حتى ولو مصنع ورشه صغيره كلمه مصنع كبيره شويه دلوقتي تصنعي فيه مثلا مكانتين عشان كلها بتشتغل بمكنه الخياطه اعمل مراحل اطلع كميات اطلع جمله يعني انا اصلا يعني ايه نفسي اكبر البراند بتاع رضوى مشهور جدا نفسنا لان انت حاجتك حلوه ما شاء الله موهوبه يعني وبحب قوي ان انا دايما كاتبه ميد ان ايجيبت وحوار ومشجعه في الموضوع فعلا فعلا مصنعه مصريه وحاجات بسيطه في نفس الوقت طلع ماتيريال محترم الحمد لله الحمد لله ما شاء الله عليكي وبهتم كمان بالفينش حتى يعني لو السوسته جوه شبه الجهاز بالظبط اللي هو دي اكياس سبوع دي كيس سبوع دي كيس سبوع يعني دي بقى اللي المفروض بيحطوا فيها الحاجات بتاعه السبوع في منها اللي هي الشنطه عملت منها شنطه كده كان الاطفال برضه ياخدوها هي موجوده
والاكياس دي برضو اللي انا طبعا يعني حاطه فيهم حاشيهم فايبر وكده عشان يبان لما بيتملوا شكلهم عامل ازاي. والكروت اللي عليها برضو بيتكتب عليها اسم الطفل وعيد ميلاده وتاريخ الميلاد بتاعه وبتفرح اصلا مبهجه في السبوب بتبقى حقيقي. مبهجه وقطعها كويس. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، انا مبسوطه بيكي جدا، نورتيني بجد، نورتيني وانت فنانه ما شاء الله عليكي وربنا يبارك لك في ولادك، وانتوا كمان نورتوني، نورتيني يا رهف، نورتيني يا ياسين، نورتيني يا سفسوفي يا قمر. انا بشكرك يا رضوى بجد وبتمنى لك كل خير، ربنا يكرمك وتحققي كل اللي بتحلمي بيه زي ما بداتي كده وكانت فكره صغيره وكبرت، ربنا يكرمك يا رب ويبقى عندك فعلا ورشه ونفضل متابعينك وانت عندك ورشه باذن الله. باذن الله يا حبيبتي يا رب. مشاهدينا يا رب اكون افدتكم، يا رب تكونوا اتبسطتوا النهارده من مجموعه فقرات بسيطه وسهله حبينا فيها نقدم لكم معلومه، وكان الختام مع رضوى اللي فعلا فرحتنا ودخلت البهجه علينا وعلى اولادنا وكمان في الاستوديو. بشكركم شكرا جزيلا، اشوفكم ان شاء الله كل خميس معادنا من 7 ل 8 على شاشه المحور. تحياتي ليكم مروه عزام.